السلام عليكم خاوتنا، مرحبا بكم في قناتكم على اليوتيوب قناة أف الثقة. خاوتنا كيما عودناكم دائما الجديد، اليوم جبنا لكم إن شومبر اللي تحبوها بزاف واللي هي لا شومبر الفانوس. خاوتنا خليكم تضربوا عليها لمحة ونعاودوا نوليو نديروا شرح مفصل لهاد لا شومبر اللي تحبوها بزاف بزاف بزاف. على بركة الله خاوتنا. كما ضربتوا ليها لمحه خاوتنا نروحوا لكم اول قطعه من لا شومبر الفانوس خاوتنا اللي هي لارموار تاعها. لارموار تاعها خاوتنا راه فيها 2 متر 50 في العرض، 2 متر 15 في الارتفاع خاوتنا، فيها 60 سنتيم في العمق تاعها خاوتنا. نشرح لكم خاوتنا المظهر الخارجي تاع هاد لا شومبر الفانوس. فيها 3 بورت كوليسونت اللي تفتحوا افي غليسير راية تركية. فيها مرايات اللي فيهم ديزاين اللي شبحهم خاوتنا. نبداو لكم بالجهة اليمنى. الجهة اليمنى خاوتنا راكم رايحين تصيبوا الجورجة هذه اللي راكم تشوفوا فيها، اللي فيها من الأعلى حتى للأسفل اللي مخدومة بالديفونسيوس خاوتنا، حاجة بزاف شابة واللي راهي رايحة ترافقكم في كامل لا شومبر خاوتنا. هنا راكم رايحين تصيبوا خاوتنا ام موتيف بزاف شباب اللي يحبط حتى لتحت. هاي ليك بلون لارج باش تشوفوا بيان. وفي الوسط خاوتنا راكم رايحين تصيبوا ان ديسان بزاف شباب اللي جاي ستيل ورد. شوفوا لي ديتاي تاع لي ديتاي خاوتنا في هاد لا شومبر لا شومبر الفانوس. هاو ليك الديسان اللي قلت لكم عليه اللي جاي على شكل ورده خاوتنا. اما بخصوص المرايه خاوتنا، المرايه راهي جايه ستيل فيمي، ومن تحتها راكم رايحين تصيبوا البيزو بزاف شباب اللي جاي ستيل زيكزاك. هذه الجهة اليسرى خاوتنا. الجهة اليمنى كذا ومثله خاوتنا، لو ميم تصميم تاع الجهة اليسرى. نروحوا لكم خاوتنا للوسط اللي راكم رايحين تصيبوا مرايا، وفي الحواف تاعها خاوتنا راكم رايحين تصيبوا ان ديزاين بزاف شباب اللي جاي ستيل حبة تاع الصنوبر. وهنا تصيبوا خاوتنا لو ميم ديزاين اللي هو الجورجا اللي مخدوم بالديفونسوز من الفوق حتى لتحت خاوتنا يحبط. وتصيبوا هنايا مرايا بالفيومي، وخاوتنا في الحواف تاع المرايا راكم رايحين تصيبوا هنايا لو ميم ديسان اللي قلت لكم عليه اللي فيه ستيل الورد. خاوتنا رانا نقول لكم لي ديتاي تاع لي ديتاي تاع لا شومبر الفانوس. نروح لكم خاوتنا من الجزء السفلي تاع لارموار تاع لا شومبر فانوس، ليكم رايحين تصيبوا دو تيروار. هاد لي دو تيروار يتفتحوا افي غليسير. ومام في التيروار خاوتنا راكم رايحين تصيبوا الجورجا بلس لو ديسان اللي حكيت لكم عليه سابقا، ومام لا كان كاري حاجه بزاف شابه. وما بين تيروار والتيروار راكم رايحين تصيبوا لاد الداخل اللي مخدوم باللون الازرق. الجزء العلوي خاوتنا
راكم رايحين تصيبوا 3 سبوت باللون الازرق. بعد ما شرحنا لكم المظهر الخارجي تاع لارموار الفانوس، نروحوا لكم خاوتنا للشرح الداخلي تاع هاد لارموار الفانوس. خاوتنا بسم الله، في الجهه اليسرى خاوتنا راكم رايحين تصيبوا 4 ايطاجر، 1 2 3 4 بلس لو با 5 ايطاجر خاوتنا. في الوسط خاوتنا راكم رايحين تصيبوا ايطاجر بلس لا ترانجل وين تعلقوا الحوايجكم بلس لو با تاعها. على الجهة اليمنى كيما على الجهة اليسرى، 1 2 3 4 ولو با تاعها 5 ايطاجر. بعد ما شرحنا لكم لارموار خاوتنا، نروحوا للقطعة الثانية من لا شومبر الفانوس اللي هي لولي. لولي تاعها فيه 160 في العرض و 190 في الطول، 1.60 على 1.90. لا تدولي تاعو خاوتنا مخدوم كامل بالكابيتوناج، وهذا لو كابيتوناج جاي في الانتيطاش كيما راكم تشوفوا، وجاي ستيل بومبي. فيه شابو مخدوم باللون الذهبي، هذا الشابو جاي ستيل تاج، ومام الكابيتوناج تاعو او في الباج مايل للون الذهبي. لي طاب دو نوي خاوتنا فيهم 50 سنتيمتر بلس ان تيروار. المظهر الخارجي تاعها كيما راكم تشوفوا خاوتنا، تصيبوا ان موتيف بالذهبي، وفي وسط الموتيف خاوتنا راكم رايحين تصيبوا ان بوطون بالذهبي. القاعده تاعها خاوتنا تاع لا طابل دو نوي جايه في الفو ماربر، وكيف كيف في اللون الذهبي. تصيبوا هنايا مرايا حاجه بزاف شابه، والديزاين تاعها بزاف شباب. وفوق لا طابل دو نوي راكم رايحين تصيبوا ان شابو بالذهبي. الزجاجه خاوتنا في الحواف تاعها راكم رايحين تصيبوا المرايا تاعها خاوتنا، راكم رايحين في الحواف تاعها تصيبوا ان ليد اللي يشعل بالبلو، تسمى ما راكمش رايحين تحتاجوا فيوز. وراهي جايه مرفوده على الارض، راكم رايحين تصيبوا الكورجا اللي مخدومه بالديفونسوز اللي شتوها في لارموار من الفوق حتى للتحت، وراهي جايه مرفوده على الارض. التيروار تاعها راهو يتفتحها في غليسير. مام لي كوتي تاعها راكم رايحين تصيبوا لو موتيف اللي راكم رايحين تصيبوه في الامام تاع لا طابل دو نوي. نروح لكم للقطعه الاخيره تاع لا شومبر الفانوس اللي هي لا كوافيز. لا كوافيز خاوتنا جايه ستيل كومود، فيها 1 متر في العرض، 3 تيروار اللي تفتحوا افي غليسير، في لي كوتي تاعها وفي لافاس تاعها خاوتنا راكم رايحين تسيبوا 3 موتيف اللي سبتوهم في لا طابل دو نوي. وراكم رايحين تسيبوهم فوق المرايا جايين ستيل شابو. فيه قاعدة بالفومر، قاعدة صغيرة خاوتنا هنايا بالزجاج،
وتصيبوا هنايا ان تيروار سكري. المرايا تاع حقاوتنا فيها 3 بارتي راكم رايحين تصيبوا، راكم رايحين تصيبوا 2 بارتي اوفال على الجهه اليسرى وعلى الجهه اليمنى، وفي الوسط كيف كيف لو ميم ديزاين اللي كسبتوه في الارموار اللي جاي على شكل الصنوبر. مور المرايا خاوتنا راكم رايحين تصيبوا اللاد اللي يشعل في الليل، وراي راح يمنح لكم اضاءه ليليه بزاف شابه. بلوس لا كوافيس خاوتنا راهو رايح يجي معاها ان بوف بالريش اللي بزاف شباب خاوتنا، اللي جاي الريش كانيش حاجه ما شاء الله في اللون الابيض. كيما شفتوا خاوتنا لا شومبر الفانوس لو بري تاعها خاوتنا راهو 16,800,000 avec livraison et montage ل 58 ولاية خاوتنا. ما عليكم غير تتصلوا بينا بالأرقام اللي راهي ظاهرة أسفل الشاشة خاوتنا. وبعد الكلام خاوتنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله، نتلاقاو في فيديو آخر.